وبقى هذا الملف في المحاكم اكثر من 12 عام. في الاخير كاع المتهمين خرجوا براءه كلهم. فين مشات هذا 44 مليار؟ الله اعلم. شكون اللي اختلسها؟ الله اعلم. شكون اللي نهبها؟ كذلك الله اعلم. نتمنى ايضا ان هذه الحمله يكونوا فيها برلمانيين كبار تورطوا كذلك حتى هما في نهب المال العام ولعقود من الزمن. بحال مثلا البرلمان ادريس السنتيسي بمدينه سلا اللي نهب مدينه سلا منذ عقود، منذ سبعينيات القرن الماضي. كذلك البرلمان عبد الفتاح العوني رئيس مقاطعه حسان، رئيس مقاطعه يعقوب المنصور اعتذر. مرحبا بمتتبعي موقع ريحان بريس، مرة أخرى في حلقة من حلقات سلسلة زواج المال والسلطة. هذه المرة غنتكلموا على الحملة الأخيرة اللي دارتها وزارة الداخلية. فبعد ما كثرت وسائل الفساد ديال الإفساد اللي انتشرت في المملكة الشريفة، ولات هي كما يقول المثل القشة التي قسمت ظهر البعير اللي تنوع فيها الأبطال والممارسون لهذا الفساد والإفساد، وتنوعات المجالات والميادين ديالهم أيضا. لكن بعض الحملات في الآونة الأخيرة أعطت بعض التفاؤل، ولو أنها حملات محتشمة ولن تغير حسب رأيي في الأمر شيئا، ما تغير حتى شي حاجة. لكن جات هذه الحملات باش تجفف منابع الفساد من وجهة نظر وزارة الداخلية، واللي كانت رغم أنها محدودة لكن كتبقى مهمة كبداية. هذه الحملات جات من أجل تفعيل الفصول 100 من 154 إلى 170 كالشفافية والمحاسبة والمسؤولية والنزاهة والمصلحة العامة. وجات هذه المرحلة باش تجفف منابع الفساد كما قلنا، وباش تنفذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد في سياق دستوري جديد، ولأول مرة في تاريخ الدساتير المغربية نص على مبدأ الحكامة الجيدة في دستور 2011 في الباب 12. مراها مباشرة غيتم اعتقال عدد من الحيتان الكبيرة في البلاد، إما بالتوقيف أو الوضع رهن الحراسة النظرية أو قيد التحقيق مع تعميق البحث سواء إداريا أو سياسيا. واستمر مسلسل التوقيفات والاعتقالات لمجموعة ديال النخب السياسية بالمغرب، وأكثرية ديال هاد النخب كاينة بجهة فاس مكناس. لكن كاينة مجموعة أخرى ما تعتقلاتش، ومجموعة أخرى لم يتم حتى استدعاؤها، رغم أننا درنا حلقات في موقع ريحانة بريس لعدد منهم ضمن سلسلة زواج المال والسلطة، وضحنا بالوثائق والأدلة التورط ديالهم في نهب المال العام، وكنتظروا لعل وعسى يتم محاسبتهم أو استدعائهم أو اعتقالهم بما لدينا من أدلة، أو أنهم هم يرفعوا علينا دعوة بالقذف أو التشهير. لكن أنا أقول لن يجرؤوا على ذلك. في جهة فاس مكناس بوحدات فجرات ملفات كثيرة كتروج أمام الغرفة الثالثة بشعبة غسيل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، وكيتابعوا فيها بتهم التلاعب والاختلاس في المال العام وتبديد الأموال وتلقي الرشوة وتفويت صفقات لأصحابهم وعائلاتهم والمقربين ديالهم. بلا ما نتكلموا على الفساد الأخلاقي في مجال الدعارة، هذا موضوع آخر. في نفس الموضوع ودائما في مكافحة الفساد وفي خطوة حاسمة لمكافحة الفساد، تمت إحالة 30 ملف هذا الأسبوع من طرف وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، كلها خروقات خطيرة تحالت على الوكيل القضائي للمملكة. هذه الخطوة اللي قام بها وزير الداخلية جاءت من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين كبار أمام المحاكم الإدارية. في نفس التوجه وجهات وزارة الداخلية من خلال تحريك المادة 64 من قبل الولاة والعمال رسائل كثيرة في حق مجموعة من الرؤساء اللي كطردهم شبهة الفساد. فهذه الرسائل تحالت على المحاكم بجرائم الأموال في مختلف جهات المملكة.
هذه المجموعة فيها أكثر من 15 رئيس مجموعة. وزير الداخلية عبد الوهاب الفتيت في أحد التصريحات ديالو قال وأكد على أنه غيلاحق لصوص المال العام اللي ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة وتقلدوا رئاسة المجالس واللي استغلوا المناصب ديالهم لتنفيذ المخططات الفاسدة ديالهم. المصادر ديالنا قالت أن وزير الداخلية لما وصلته أخبار عن ممارسات هاد الرؤساء ديال الجهات ومجالس مدن كبيرة ومتوسطة حلف بأغلظ الأيمان أنه اللي فرط يكرط وما غيتسامحش مع شي حد مهما كان الانتماء ديالو الحزبي، والعقاب ديالو غيكون شديد لأن مهمة المنتخب الكبير كما قال ليست سرقة المال العام وجمع الثروات. مصادر ديالنا في موقع رحانة بريس قالت أن وزير الداخلية غيفعل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية مباشرة بعد تعيين مفتش عام لهذه الإدارة في تعيينات اللي مرتقبة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، وذلك من أجل مواصلة محاكم جرائم الأموال إدانة رؤساء جماعة أخرى اللي غيكون من بينهم اللي غيتحاكم بأثر رجعي. هذا يعني أن الجحيم كينتظر العديد من كبار المنتخبين اللي عمرات كروشهم بالمال العام. هذه الموجة ديال الاعتقالات اللي جات مع الحملة ديال مكافحة الفساد لهذا الرؤساء ديال الجماعات وصلت حتى لأصحاب مكاتب الدراسات وبعض المقاولات، تورطوا حتى هما في صفقات مشبوهة وتنفقات أموال طائلة بدون ما تدار هاد الدراسات. مصادر ديالنا كتقول أيضا أن هذه الحملة ديال مكافحة الفساد هي رسالة قوية كتبين أن حتى شي واحد ما فوق القانون وأن أي تجاوز ستقابل بالعقاب الصارم بغض النظر عن منصب أو انتماء هذا الفاسد دائما حسب صرحات الوزارة. نتمنى أن هذه الاعتقالات تكون عامة وما تكونش انتقائية تعتقل فيها الحوت الصغير فقط. نتمنى كذلك ما تكونش هذه الحملة من أجل ذر الرماد في العيون أو تكون بحال بعض الملفات اللي طالها النسيان، بحال ملف ديال البرنامج الاستعجالي ديال إصلاح التعليم اللي تنهبات فيه أكثر من 44 مليار ديال السنتيم وبقى هذا الملف في المحاكم أكثر من 12 عام وفي الأخير كاع المتهمين خرجوا براءة كلهم. فين مشات هاد 44 مليار؟ الله أعلم. شكون اللي اختلسها؟ الله أعلم. شكون اللي نهبها؟ كذلك الله أعلم. نتمنوا كذلك أن هذه الحملة اللي أعلن عليها وزير الداخلية عبد الوهاب الفتيت ما تكونش تصفية حسابات بين المنتخبين أو بين المسؤولين. نتمنوا أيضا أن هذه الحملة يكونوا فيها برلمانيين كبار تورطوا كذلك حتى هما في نهب المال العام ولعقود من الزمن، بحال مثلا البرلمان إدريس سنتيسي بمدينة سلا اللي نهب مدينة سلا منذ عقود منذ سبعينيات القرن الماضي، كذلك البرلمان عبد الفتاح العوني رئيس مقاطعة حسان رئيس مقاطعة يعقوب المنصور اعتذر بمدينة الرباط، خصوصا بعد ما نشرنا عليهم حلقات ووضحنا كما قلنا بالوثائق والأدلة تورط ديالهم في جرائم الأموال. إلى ذلك الحين ننهي هذه الحلقة في إطار سلسلة زواج المال والسلطة، وإلى حلقة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.